تعال نتكلم بقى على موضوع جديد اللي هو الوان كونكشن. موضوع الوان كونكشن موضوع لذيذ اهو، بيتكلم ان انت عندك فرع في القاهرة وفرع في اسكندرية وعايز توصلهم مع بعض اهو، عايز تعمل بينهم خط اهو. الخط ده اللي بيشغله هو حاجة اسمها الوان بروتوكولز. الوان بروتوكولز يا جماعة فايدتها ان هي تعمل فريم. فاكرين لما قلنا الفريمات ما بين الراوترات، لا اما بتبقى تريبل بي، لا اما بتبقى اتش دي ال سي، لا اما بتبقى فريم ليه، لا اما بتبقى معرفش، صح كده؟ ده اللي هنتكلم فيه بقى. فكل الوان بروتوكول هي لير 2 بروتوكول. يعني ايه لير 2 بروتوكول؟ يعني بتعمل لك الفريم اللي ماشي على الكابل. تعال نتكلم اكتر عن الموضوع. طب هو انا عشان اوصل فرعين مع بعض ايه الاوبشنز المتاحه؟ الوان اوبشنز المتاحه، الوان اوبشن المتاحه ان انت ممكن تشتغل ليزي لاين، تروح للمصريه اتصالات تقول لهم انا عايز خط فايبر يربطني ما بين القاهرة واسكندرية. في حالة الليزد لاين انت ما قدامكش غير تريبل بي و اتش دي ال سي، دول الاتنين بروتوكول اللي هناخدهم دلوقتي اللي بيشتغلوا على كابلات الفايبر. بيبقى خط اهو واصل من هنا لهنا، فباجي هنا على الانترفيس ده اهو اقول له اشتغل تريبل بي، يبقى لازم اللي قدامي يبقى ايه؟ تريبل بي. واحد يعمل الفريم تريبل بي والتاني يفك الفريم تريبل بي. لا اشتغل اتش دي ال سي، يبقى لازم اللي قدامي يكون ايه؟ وهناخدهم الاثنين حالا. ده اول اوبشن. الليز لاين ده غالي، الكوست بتاعته بتبقى غاليه، ما هواش فليكسبل. يعني ايه مش فليكسبل؟ يعني انا لو عندي فرعين اجرت خط، طب عندي فرع ثالث هتأجر خط تالت، طب عندي فرع رابع هتأجر خط فرع رابع، طب لو عايز اربط الفرعين دول مع بعض فرع خامس لينك خمسة، كل ده بفلوس. خط فايبر متأجر، اللي هو ليز لاين تمام كده، بس ده داتا بقى مش نت، داتا بيربط لك فرعين مع بعض بس. عندك شوية داتا من هنا نفس القصة بتاع النتورك، ان هو بياخد نفس ال اللي هو الابلود والداونلود وكل حاجه كلهم على حسب السرعه اللي انت متفق بيها مع السنترال. ما بيقطعش حاجه منه؟ لا خالص. الداونلود بس كده ولا لا؟ بس ده زي بعضه، الابلود ادي الداونلود. بروح المصادر الاتصالات اقول لهم انا عايز خط فايبر ربط الاثنين دول مع بعض، الفرعين دول مع بعض. حلو؟ حلو. يديك طرف الكابل من الفرع ده وطرف الكابل من الفرع ده، وانت كراجل بتاع نتورك بقى بتروح تبرمج الايه؟ لا اما تريبل بي لا اما اتش دي ال سي. فهو ما فيش فليكسبيليتي. وساعات تروح تقول لهم انا عايز اربط فرع بتاع اللي في القاهره مع فرع بتاع اللي في البحر مثلا، يقول لك مفيش وصلات فايبر توصلك لحد هناك، مفيش اتاحه يعني، فهو مش فليكسبل تمام كده، والكوست بتاعته غاليه بس السكيورتي عاليه. ايه السكيورتي؟ يعني مثلا الخط ال2 ميجا كان لحد قريب 7000 جنيه في السنه، 7000 جنيه في السنه عندنا داتا. تمام حلو كده. طيب يعني في كام الحدود ديت؟ يعني الخط الايه ال2 ميجا لما انا ممكن اوصل من ناحيه الخط ده للفرع الانيت والفرع الانيت اوصل عن طريق النت. يا عم لسه لسه يا عم لسه 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 يا عم لسه لسه جاي جاي جاي. تمام ده اول اوبشن يا جماعه عندنا اللي هو ايه؟ الليز لاين. تمام وهناخده مع بعض لانه اوبشن موجود وفي شركات شغاله بيه. طيب الاوبشن الثاني قال لك ان انت تروح تشتغل حاجه اسمها سويتشنج عن طريق السنترالات بقى، مش تاخد كابل لوحدك، لا تشتغل عن طريق السنترالات. السويتشنج ده اهو في منه نوعين،
في حاجة اسمها السيركت سويتشنج وحاجة اسمها الباكت سويتشنج. السيركت سويتشنج عندك خط تليفون دايل اب او اي اس دي ان. خط تليفون عارفين خط تليفون بتاعكم اللي في البيت، وصل واحد بالفرع ده وصل واحد بالفرع اللي هناك، عايز اكونكت باسكندريه بتعمل انترفيس اسمها دايلر على الراوتر بالكونفيجريشن وتعمل كونكشن. بس طول ما انت عامل كونكشن عمال تدفع فلوس زي الفويس بالظبط. والدايل اب سرعته كام؟ 56 كيلو بت بير سكند. اه وشغال بير ايه؟ بير تايم. والله لو الساعة من هنا لحد اسكندرية بجنيه، فكل ساعة انت عمال تعد عليك جنيه. ده دي داتا ده هذا الراوتر اهو، كل اللي بتكلم فيه داتا والمصحف اهو. نت مين يا عم؟ داتا كل ده اهو، هذا خط التليفون اهو، وهذا خط التليفون اللي هنا، والمصرية اتصالات ربطالي بينهم الاثنين. الراجل ده بيكول الراجل ده وبيعمل كونكشن ما بينهم، بيقعد ينقل الداتا بقى عليه. صح الكلام؟ كل ده داتا. طيب عملوا حاجة جديدة شكل خط التليفون كده زمان اسمها الاي اس دي ان، كان سرعته كام؟ 128 كيلو بت بير سكند. اغلى شويه من الدايل اب، بس برضو بيعد عليك فلوس بالساعه بالدقيقه صح كده؟ تمام. فقال لك لا، كل الكلام اللي انت بتقوله ده كلام فارغ، في حاجه في السويتشنج اسمها باكت سويتشنج. اسمها ايه؟ باكت سويتشنج. الباكت سويتشنج ده هي زي شبكات اسمها الفريم ريلي، زي شبكات اسمها الاي تي ام. دي كلها نوعها يا جماعه باكت سويتشنج. يعني ايه باكت سويتشنج؟ تي داتا لينك شركات الموبايل بنيين شبكه اهو مغطين بها الجمهوريه كلها اهي عن طريق سويتشات اسمها الفريم ريلي سويتش او الاي تي ام سويتش. مصطفى عنده اربع فروع، تعالى يا حبيبي وصل بالكلاود بتاعتنا. هذا الفرع بتاع القاهره، هذا الفرع بتاع اسكندريه، هذا الفرع بتاع مطروح، والثلاثه شايفين بعض والدنيا فليكسبل. لو عندك 10 فروع هوصلهم لك. الشبكة دي اسمها ايه؟ الفريم لي او الاي تي ام. وللأسف الفريم لي اتشال من المنهج للأسف يعني، تمام؟ اه لانه حاجة محترمة وبنشرح في كورسات الاي اس بي. الفريم لي لو لقيت الفيديوهات موجودة هفرحها لكم، مسجلة من قبل كده وان شاء الله تلاقيها موجودة، اللي عايز يشوف يشوف، تمام؟ بس للأسف اتشال من المنهج الجديد عشان ناخد احنا التكنولوجيا الجديدة، تمام؟ فالناس لسه شغالين بالموضوع ده؟ اه في ناس لسه شغالين بالموضوع ده لحد دلوقتي. دي الطريقة التانية عندنا اللي هي الباكت سويتشنج. ليه ايه؟ اللي هي الباكت سويتشنج، تمام؟ طيب الطريقة التالتة بقى واللي هي الجديدة، ايه الطريقة التالتة؟ الطريقة التالتة عندنا ودي اللي هناخدها مع بعض إن شاء الله المرة الجاية، اسمها الليبل سويتشنج. الليبل سويتشنج دي هنستخدم بروتوكول جديد اسمه الـ MPLS. هنزل في منهج جديد MPLS. كل الطرق اللي فاتت دي يا جماعة بنقول عليها برايفت واي، هتدفع فيها فلوس، بس مقابل الفلوس اللي انت هتدفعها بتاخد كواليتي اوف سيرفيس. يعني ما ينفعش الخط يقع، ما ينفعش مأجر خط فايبر لمصرية اتصالات والخط بتاعك يقع، بس هتدفع فيها ايه؟ فلوس. والسكيورتي فيها عالية، يعني السكيورتي بتاعتنا ايه؟ هنا اعلى. طيب بس واحد ما معوش فلوس يعمل، بس بقى يعمل ايه؟ يروح بقى للطريقة البابليك. ايه الطريقة البابليك؟ اجيب في كل فرع نت اهو، خط نت، اه انترنت،
وانقل الداتا بتاعتي عن طريق الانترنت. انت هبلت يا عم دي الداتا بتاعتك عن طريق الانترنت والسكيورتي ومش السكيورتي. قال لك هنعمل حاجه اسمها الفي بي ان مع الاي بي سيك. الرسمه اللي قدامنا دي دي اللي فيها الاوبشن ازاي اوصل اكتر من فرع مع بعض. بس الفي بي ان والانترنت ما فيهاش كواليتي اوف سيرفيس. ممكن وانت موصل الفرعين بتوعك بالانترنت وعامل في بي ان خط النت يقع وتروح تكلم تي داتا. يا عم ده الفروع بتاعت وقع يا عم، ما انت واخد مني خط نت، ما انتش واخد مني خط داتا صح كده. فما مش يديك كواليتي اوف سيرفيس. انت ممكن خط النت عندك يقعد قطع اسبوع. فلو انت وصل الفرعين بتوعك بالانترنت عن طريق الفي بي ان وخط النت قطع بقاله اسبوع، الفرعين بتوعك مفصولين عن بعض. بس احنا عاملين بقى حاجه اسمها اي بي سيك وفي بي ان، مسكرين الدنيا. حلو الكلام. لسه هنتكلم عن كل الاوبشن دي. تيجي نتكلم عن الاوبشن الاولاني اللي هو ليز لاين. يلا تيجي نتكلم عن الاوبشن الاولاني، وبعدين المره الجايه ان شاء الله نتكلم على الليبل سويتشنج والانترنت ونشوف البلاوي اللي فيهم. حلو الكلام. هو ناقص لنا بعد ما نخلص الرسمه اللي قدامنا دي كمان حاجه اسمها ال SNMP. اه لو اه والسيس لوج والنت فلو. بعد ما نخلص كل الايه الوش اللي قدامنا ده، دي كلها سيرفرات عندنا. اه سيرفرات موجوده في الويب. تمام حلو الكلام كده. تعال نشوف الليز لاين بقى، حاجه لذيذه وسهله وظريفه على الاخر. تعال يا عم، انا عندي راوترين اتنين، والراوترين دول انا عايز اربطهم في الوان. راوتر اسمه كايرو وراوتر اسمه اليكس. حلو يا عم، ما انت كنت زمان بتربطهم. تعال يا عم نشوف اهو. هذا الراوتر الاولاني، وهنجيب سويتش في كل شبكه اهو. بس وما عمل كده. حلو كده يا عم محمد. ونجيب الايه شويه اجهزه اهو، ونجيب لينكات اهو اهو. حلو، هنركب للراوتر يا عم محمد ايه كابل ايه سيريال اهو، ونروح للراوتر التاني نركب فيه كابل سيريال اهو. هنيجي على الجهاز ده نحط له اي بي 192.168.1.0/24، وده نحط له اي بي 192.168.2.0/24، وده نحط له اي بي 192.168.3.0/24. هنيجي على الراوتر الاولاني دوت، نسميه ايه؟ مش هننوره الاول، هو مفترض عشان مش منور. والراوتر التاني ننوره برضو. نور. حلو، خش على الراوتر ده كده. يلا يا عم اهو، نيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست فاست زيرو على ايه؟ على زيرو. اي بي ادرس 192.168.1 ايه 1.1 255 0 ونو ايه نو شوت داون. الانترفيس الثاني هنقول عليه انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 او 0 على 2 على 0 اهو. اي بي ادرس 192.168.2.1 اهو.
ونقول له ايه نو شوت داون وكلوك ريت 64 الف بيت بير سكند. حلو الكلام. اكزت اكزت ورايت. هروح للراوتر التاني ده نخلي ده 2 2 ودوت 3 1 اهو. نو انيبل كونفيجر يا شباب تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0. كل ده اللي انت بتعمله طول الكورس ومفيش اي مشكله خالص. طول الكورس عمالين نعمل الحركات دي صح اهو. ولا جبت لي سيره الوان ولا حاجه وقفت قدامنا. امال ايه الزياده بقى يا عم؟ اكزيت ونروح للانترفيس الثاني فاست 0 على 0 اي بي ادرس 192.168.255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 .
ايه ده نعمل ايه نعمل ايه ها نشغل راوتينج بروتوكول راوتر اوز بي اف 1 النتورك بتاعتي 192.168.0.0.0.0.255 اريا كام 0 والشبكه الثانيه 2.0 اريا 0 حلو ونيجي للراوتر ده ونقول له برضو راوتر مش ده اللي كنا نعمله طول الكورس يا محمد راوتر اوز بي اف 1 النتورك يا عم مصطفى 168.3.0.0.0.255 اريا 0 و2 تمام المفروض دلوقتي يجيبوا بعض حالا لو انت شغال صح المفروض يجيبوا بعض اهو جابوا الاوز بي اف جاب اهو حلو ونيجي على الجهاز ده نحط له اي بي 192.168.1.2 اهو 192.168.1.1 بس احنا عملنا هنا غلط ايه يا ابويا على الشبكه اللي عنده وعرفنا اللي هناك على الشبكه اللي عنده عرفنا ده على الاثنين ما هو كان بيعرف الشبكه اللي عنده يا هبل انت انا ما اعرفش الشبكه اللي هناك لا يا اخويا الشبكه هناك في الاستاتيك يا اخويا يا نهار اسود ينفع عم باسم الكلام اللي هو بيقوله ده ينفع عم باسم طيب بينج اهو على 192 بينج سلاش تي اهو على 192.168.3.2 هلاقي راجل شغال زي الفل ان شاء الله يلا يا عم اول واحده بره عشان ال ارب وشغال زي الفل اهو صح والفرعين الاثنين شايفين بعض اهو انت عامل شبكه امال ايه بقى يا عم اللي وجع لي دماغي بقى و اتش دي ال سي وتريبل دي وكلام من ما انت حضرتك لو انت ما شغلتش اي بروتوكول في الوان على اجهزه سيسكو بتلاقي باي ديفولت بروتوكول اسمه اتش دي ال سي اشتغل لوحده يا باي ديفولت على راوترات سيسكو بتلاقي ايه يا بسوم HDLC شغال لوحده يبقى احنا عندنا على السويتش مين اللي بيبقى شغال حد شفتر يقول في اللير 2 الايثرنت يا عم واللير 3 مين اللي شغال اي بي هنا في اللير 2 باي ديفولت مين اللي شغال ومين اللي في اللير 3 احنا حطينا اي بي تمام وباي ديفولت بقى سيسكو السيريال بتاعها شغال اتش دي ال سي اثبت لك خش جوه الانترفيس يا عم محمد واعمل شو انترفيس واسم الانترفيس اهو هتلاقي ايه اللي شغال يا معلم انكابسيوليشن اهو يبقى باي ديفولت شغال ايه اتش دي ال سي الاتش دي ال سي ده بروتوكول فيه نوعين نوع ستاندر الايزو اللي عاملاه ونوع بتاع سيسكو فلو انت جبت شغل راوتر سيسكو مع راوتر جينيبر اهو لو هنا ده شغلته اتش دي ال سي وهنا ده شغلته اتش دي ال سي ده اللي هيشتغل عليه النسخه بتاعت مين
وده اللي هيشتغل عليه النسخه بتاعت مين؟ بتاعت الايزو. اما ده اللي هيشتغل على النسخه بتاع سيسكو. فالاثنين يا معلم مش هيقروا بعض. يبقى انا لو عندي فرع الجامعه بتاعي في شبين راوتر سيسكو وفرع الجامعه في نوف راوتر جينيبا واجرت خط فايبر ما بينهم بسوم وحطيت اي بي هنا واي بي هنا وجيت شغلت مش هيشتغل. لان واحد بيشتغل اتش دي ال سي بتاع سيسكو وواحد بيشتغل اتش دي ال سي الستاندر. الحل ايه يا معلم؟ راح عاملين بروتوكول غير اتش دي ال سي، بروتوكول تاني خالص معلم بقى اسمه بوينت تو بوينت بروتوكول، اللي هو مين يا معلم؟ التريبل بي. لا ده معلم، وده اللي شغال على كل اللينكات دلوقتي، سيسكو ونان سيسكو وكل حاجه. اشغله ازاي؟ شيل الاتش دي ال سي وشغله. ازاي بنشغله؟ اهو هنزود كمان الحته دي، هاجي اهو اقوم داخل جوه الانترفيس اللي متوصله بكابل الفايبر اللي هي انترفيس سيريال 0x2x0 واقول له نو انكابسيوليشن اتش دي ال سي. يا ريت حضرتك اتش دي ال سي، يا ريت حضرتك ما تعملش فريم اتش دي ال سي. نو انكابسيوليشن ايه؟ دي ال سي. عايز اشغل التريبل بي، اقول له انكابسيوليشن تريبل بي. يا نهار ابيض ده الانترفيس وقعت عشان ايه ده؟ ايه ده؟ والراجل اللي كان بيبنج ما عادش بيبنج اهو، وقع اخر. ما هو الفرعين اتنين ما عادوش لاقطين بعض يا عمي محمد، وده اللي هيحصل معاك لو عندك راوتر سيسكو وحاجه غير سيسكو. هتحط ايباد بس زي ما انا كنت بارتس الناس كلها في الكورس كده ومش قايل لكم ان في اتش دي ال سي شغال، كنت بحط اي بي ويشتغل صح؟ ليه؟ لانه كان الاثنين شغالين باي ديفولت يا محمد اتش دي ال سي صح، وانا كنت مخبي عليك صح كده وكان شغال. لو انت بقى في الحقيقه رحت عملت زي ما انا كنت بعمل كده هتلاقي اللينك بتاعك وقع. لا اما تشغل اتنين تريبل بي، لا اما تشغل اتنين اتش دي ال سي. الاتش دي ال سي مش هيشتغل معاك سيسكو ونان سيسكو، امال ايه اللي هيشتغل؟ سيسكو كله تريبل بي. تريبل بي بقى تريح نفسك وتشغل تريبل بي. طيب يعني قال لك الانترفيس داون، تعال نشغل الانترفيس دي تريبل بي اهو اهو يا محمد. هنيجي هنا اهو كونفيجر تيرمينال. طب هي حاله الانترفيس دلوقتي تبقى ايه؟ حد شاطر يقول لي؟ لو عملت شو اي بي انترفيس بريف حاله السيريال هيبقى ايه؟ لا احنا بيبقى عندنا اب اب ولا اب داون ولا اب ولا داون ولا داون داون ولا ايه بالظبط؟ شو اي بي انترفيس بريف. بص يا معلم هيبقى عندك اب داون. يعني ايه اب الاولانيه؟ يعني الكابل بتاعك شغال زي الفل، في سيجنال جايه في الكابل، بس الداون الثانيه ده بتاع البروتوكول. الاثنين بروتوكول اللي هنا مش زي بعض. امتى تظهر اب داون؟ احنا قلناها مره قبل كده، والله قلناها مره قبل كده. بص يا معلم لو اعمل شو اي بي انترفيس بريف عملناها مره قبل كده. لا حصل فيديوهات موجوده. بص يا معلم شو اي بي انترفيس بريف، لو انت عمل لك اب وفي اب داون وفي داون داون وفي داون داون بس جنبها كلمه ادمن، اب الاولانيه ده بتاع اللير 1، الاب الثانيه بتاع اللير 2 البروتوكول. فلو انت عندك اللينك شغال زي الفل والبروتوكول شغال زي الفل يبقى اب. طب اب داون امتى يا معلم؟ لو في لينك شغال في لينك شغال بس بسوم جه هنا عمل تريبل بي وقدامه اتش دي ال سي. لا بسوم عمل هنا تريبل بي وقدامه تريبل بي بس نسي يكتب الكلوك ريت، نسيها، يظهر معاك يا معلم اب داون. يعني في سيجنال ماشيه بس الانترفيس اللي يما الثانيه مش قادره تقرا الفريم. حلو؟ ها؟ فيظهر لك ايه؟ اب داون. طب امتى يظهر داون داون ادمن؟ لو انت عامل شوت داون للانترفيس، حاطط ايباد ومظبط كل حاجه بس دخلت على الانترفيس وعمل ايه؟ شوت داون. فتلاقي الانترفيس نوعها ايه؟ داون داون.
بس جنبها ادمن. يعني في سيجنال راح جاي على الانترفيس بس الادمن اللي موقف, وده الدفول في التحسيسه لان الانترفيس في الراوتر بتبقى على طول ايه شوت داون. فيظهر معك داون داون ادمن. طب امتى يظهر لك داون داون من غير ادمن؟ لما يكون الكابل مقطوع. طب هل ينفع يبقى داون في حاله داون اب؟ داون اب ينفع الله يكرمك. ما انا قلت يمكن انت ليك راي تاني. صح كده مفيش حاله داون اب صح كده. ماشي يا عم. يبقى دلوقتي لما كان الاثنين بروتوكول مش متظبطين مع بعض تمام, فظهرت الحاله عندنا اب داون. طب تعالى بقى نقوم التريبل بي هنا. هنقول له كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه على 0 انكابسوليشن تريبل بي. انهار ابيض تشينج السيت ايه تو اب. الاثنين بقوا اب اهو, والجهاز اللي كان بيبنج بدا يحصل ايه يرد اهو. هو راح فين اهو يا عم؟ هيربلاي حالا اهو, ريبلاي اهو شايف بقى في كونكشن اهو خلاص. ليه؟ لان الاثنين هنا بقوا شغالين زي بعض تريبل بي وتريبل بي. التريبل بي كمان بقى بيقبل حاجه جميله جدا اسمها الاوثنتيكيشن. لا مش هشفيه بقى ان كل فرع يسجل نفسه عند الفرع الثاني عشان الراجل بتاع المصريه اتصالات ما يجيش يقطع الكابل اللي مأجره لك ده ويقعد يعمل سنيفنج يقرا الداتا اللي جوه. تمام اوثنتيكيشن بيسجل نفسه عند مين؟ عند الثاني. ودي فيتشر مهمه ما كانتش موجوده في الاتش دي ال سي. لا تصور بقى لما كنا بنيجي نشرح الكلام ده نظري ونقعد نشرح للناس بتوع سيرفيس بروفايدر تريبل بي والحاجات دي. التريبل بي التريبل بي يا عم مصطفى هو عباره عن اتش دي ال سي اللي هو الستاندر بتاع الايزو راكب عليه اتنين بروتوكول تانيين, واحد اسمه ال سي بي وواحد اسمه ال ان سي بي. لو عايزين نعملها صح معلش الترتيب كده غلط, يبقى اتش دي ال سي راكب عليه ال ال سي بي وراكب عليه ال ان سي بي. مانيش فاهم حاجه. هو التريبل بي هو عباره عن ايزو اتش دي ال سي بس زودوا عليه الحته بتاع الاوثنتيكيشن, زودوا عليه ان هو ممكن يعمل كومبريشن يضغط قبل ما يبعت الداتا, زودوا عليه فيتشر اسمها المالتي لينك, زودوا عليه فيتشر تانية اسمها الكول باج. بلاوي هو تريبل بي ده بلوى اسم في الوان. لا زودوا عليه كمان بروتوكول اسمه النتورك كنترول بروتوكول. بيعمل ايه ده؟ ممكن الاي تريبل بي يشتغل مع شبكات الاي بي, يشتغل مع شبكات الاي بي اكس, يشتغل مع شبكات الابل توك. انتوا عارفين اتش دي ال سي لوحده ما كانش بيشتغل بس غير مع الاي بي. لا التريبل بي زود له حاجه اسمها الان سي بي, شيل الان دي وحط مكانها كلمه اي بي. ففي بروتوكول اسمه اي بي سي بي, او في بروتوكول تاني اسمه اي بي اكس سي بي او ابل توك سي بي, بيخليه يشتغل مع كل انواع اللاير 3 بروتوكول. فما تقلقش خالص لو الشبكه بتاعتك كانت اي بي زي الشبكات اللي موجوده حاليا يشتغل. الشبكه بتاعتك قديمه شغاله اي بي اكس يشتغل, ابل توك يشتغل. طب ازاي بيعمل اوثنتيكيشن يا معلم؟ تعال نشوف اوثنتيكيشن بيعمل اوثنتيكيشن ازاي. بيعمل اوثنتيكيشن باتنين بروتوكول, تختار لك واحد منهم تعمل بيه اوثنتيكيشن. واحد اسمه الباب وواحد اسمه الايه شباك. طبعا اللي تشاب والله واحد اسمه الباب وواحد اسمه اللي تشاب. حلو كده. تشالنج اوثنتيكيشن بروتوكول تمام كده, وبوينت تو بوينت اوثنتيكيشن بروتوكول. تعال نشوف اللي الباب ده بيعمل ازاي اوثنتيكيشن, وهعمل لكم اوثنتيكيشن دلوقتي حالا. الراوتر بتاعك اهو والراوتر بتاعي اهو. الراوتر ده انا سميته كايرو, الراوتر ده سميته اسكندريه. فاجئ اروح اسجل الراوتر ده عند ده واسجل ده عند ده
ولازم الباسورد تكون واحده. فهاجي هنا اهو اعمل يوزر نيم على الراوتر بتاع اسكندريه هسميه ايه؟ كايرو. باسورد ايه؟ وليكن سيسكو. واجي على الراوتر بتاع القاهره واعمل يوزر نيم لمين؟ لاسكندريه، نفس الاسم بتاع اسكندريه اكريت اليوزر نيم هنا على الراجل ده، والباسورد ايه؟ سيسكو. وهشغلكم حالا اهو. يبقى ده الباب بيشتغل كده. يبقى لو مصطفى عايز يخش عندي اعمل له يوزر نيم وباسورد ايه؟ عندنا من كايرو اسكندريه. اه بص بص بقى بس، يبقى انا عندي في الراوتر اسمه كايرو، طب انا عايز اسكندريه يخش على كايرو، يبقى لازم من الاول قبل ما تخش عندك كون مكريت لك يوزر نيم وباسورد عندي، ولازم تكون نفس الاسم بتاعك بالظبط. يعني انت اسمك مصطفى الاسبلينج هو هو. حلو كده؟ طب تعالى نعملها كده. ده الباب، انا بشرح لسه في الباب اهو. هاجي على الراجل ده عايز اعمل اوثنتيكيشن عشان الراجل بتاع المصريات الصلاه ما ايه؟ ما يبوظش الدنيا. فنعمل ايه؟ الاول اغير الاسم، هوست نيم هسميه ايه؟ كايرو. حلو، هوست نيم بتاعك كايرو، اسجلك في اسكندريه اهو. اليوزر نيم بتاعك تيرمينال، يوزر نيم كايرو، انا واقف في اسكندريه. الباسورد يا معلم ايه؟ اسميها سيسي نيم. طب انا بقى الهوست نيم بتاعي كام؟ هوست نيم اليكس. حلو، انت اسمك اليكس اسجلك فين؟ في القاهره اهو. يوزر نيم اليكس، الباسورد لازم تكون هي هي سيسي نيم. تعال بقى نقول لهم قبل ما تبعتوا الداتا شفروها باليوزر نيم والباسورد دول. اعمل ايه؟ اقوم داخل جوه الانترفيس سيريال 0 على 2 على 0، اقول له تريبل بي اوثنتيكيشن. انت عايز تعمل اوثنتيكيشن بمين؟ بالباب. يا نهار ابيض، اول ما شغلت اوثنتيكيشن ايه اللي حصل في الانترفيس؟ والراجل اللي كان بيبنك حصل فيه ايه؟ وقع. خلاص يا عم، كل سنه وانت طيب، اهو راح فين يا عم؟ اهو اه شغال اهو. ايه اللي حصل فيه؟ وقع، مفيش كونكشن خلاص. اصل انت هنا مشغل تريبل بي وهنا مشغل تريبل بي، بس هنا بدات بايه؟ باوثنتيكيشن يا معلم، صح؟ تمام. طب عايز اشغل التاني اعمل ايه؟ اروح على التاني، بس تريبل بي اوثنتيكيشن الباب لازم كمان تزود له الكلمه دي، تريبل بي سنت اوثنتيكيشن، تريبل بي باب سنت اليوزر نيم اهو، اسمه ايه بقى؟ اللي عندي كايرو. الباسورد بتاعته ايه؟ اس ان ايه. تعال نروح على الراجل ده، عايزين نشغل الباب. حلو، هاجي جوه الانترفيس سيريال 0 على 2 على 0، هقول له تريبل بي اوثنتيكيشن الايه؟ الباب. تريبل بي سنت، تريبل بي الاول باب سنت اليوزر نيم اللي موجود عند مين؟ عند اليكس. الباسورد بتاعته سي سن ايه؟ حلو الكلام كده؟ ها طيب تعال نشوف كده الراجل. الراجل طبعا لسه ما لقطش، هقول لك ليه لسه ما لقطش، لسه انريتشابل اهو. كل اللي عليك هتعمله بس تمام كده، هنعمل شوت داون الانترفيس ونو شوت داون. شوت داون وايه؟ ونو شوت داون. ايه اللي حصل في الانترفيس؟ تشينج ستيت تو اب بعد ما كانت داون. ايه اللي حصل في الراجل اللي كان بيكونكت؟ حالا هيجيبه اهو. بس الاوز بي اف بس يخلص. ما عملناش الداون مش الداون في ناحيه، مش نعملها ناحيه ثانيه؟ لا واحده بس. واحده بس؟ المفروض يجيب دلوقتي. هي اصلا الانترفيس سيريال اهي اب اهي. يعني لو جيت عملت كده شو اي بي انترفيس بريف هنلاقي ايه؟
سيريا 0 على 2 0 اب داون لسه ليه؟ ما هو الانترفيس شوت داون شينج ست اب اهو، والانترفيس الثانيه شينج ست اب. طب ثواني كده عليا كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 تريبل بي باب سنت يوزر نيم مش معقول يعني اليكس باسورد سيس ان اي هي مش يوزر نيم باسورد كومبانيز از فاليد شيكس از افتنشن سكيور ماشي. طب هنيجي هنا كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 ايه بس اللي حصل؟ ليبل بي باب سنت يوزر نيم كايرو باسورد سيس ان اي شوت داون ونو شوت داون. المفروض اللينك كده خلاص نور يعني المفروض. يبقى تاني يا شباب تاني كده بصوا الاول خالص كل الخطوات مره واحده اهي. انا واقف في القاهره فهعمل يوزر نيم اسمه اليكس باسورد سيسكو او سيس ان اي حلو تمام واخش جوه الانترفيس اهو وانا واقف في القاهره سيريال 0 على 2 على 0 اقول له تريبل بي اوثنتيكيشن الاول اوثنتيكيشن باب وبعدين اقول له باب تريبل بي باب سنت يوزر نيم اللي موجود عندك اللي مسجل عندك اللي موجود عند كايرو باسورد سيس ان اي. ما هو اللي مسجل عند كايرو مين؟ اسكندريه صح. فانا رايح اكلم الراجل بتاع اسكندريه اقول له بامارت انت اسمك اسكندريه والباسورد بتاعتك اسمها سيس ان اي تمام. فما تلخبطوش زي انا بكتب تريبل بي باب سنت يوزر نيم كايرو الفرع اللي واقف عليه حلو. اروح اليمة التانية هعمل ايه؟ هعمل يوزر نيم وباسورد لمين؟ للقاهرة اهو يوزر نيم كايرو وباسورد سيس ان اي واجي جوه الانترفيس سيريال 0 على 2 على 0 هقول له ايه؟ هقول له تريبل بي اوثنتيكيشن الباب تريبل بي باب سنت اليوزر نيم اللي هو مين؟ اليكس باسورد سيس ان اي. الحاجه اللي لازم تعملوها يا شباب بعد ما عملنا الكلام ده هو طبعا شغال لانه عمل نيجوشيشن. الحاجه اللي لازم تعملوها لازم وانا جوه الانترفيس اعمل شوت داون ونو شوت داون لازم ونو شوت داون في الباب واللي تشاب لازم لا في واحد بس واحد منهم بس. حلو الكلام كده؟ فتلاقي يقول لك تشينج ستيت تو اب والدنيا بقت ما وقعت ايه هتبدا تشتغل معاك زي الفل اهو كانت وقعت اهي المفروض يبدا يشتغل تاني منتظر بس شويه على ما الاوس بي اف يخلص عمليات والدنيا تروق كده اهو بدا يشتغل شايف. عايزين ناخد التشاب بقى بس كده نقف كده وناخد التشاب ايه اشتغلت معانا اهي. اللي بيحصل يا معلم في الباب ان الراوتر بتاعك ليه بنقفله ونفتحه ليه بنقفل الشوت داون للانترفيس ونفتحه عشان يشتغل. بص يا معلم الراوتر بتاعك اول ما بتشغله بيبتدي عمليه تفاوض اللي بيعملها البروتوكول اللي هو اسمه ال سي بي اللينك كنترول بروتوكول. بيبعت اليوزر نيم والباسورد للفرع الثاني يقول له انت بقى امرت ان انت اسمك اسكندريه والباسورد عندنا اسمها سيس ان اي افتح لي الكونكشن. فيقول له اه فعلا انت انا الباسورد بتاعت اسمها اليوزر نيم بتاعي اسمه اسكندريه وباسورد سي ان ايه اكنولج كده اللينك اتفتح. يبداوا يبعتوا داتا لبعض. مشكله الباب يا شباب ان اول رساله بتبقى بلان تكست تكست عادي كلير. فلو الراجل بتاع اللي مأجرك ان خط الفايبر وقع الخط وشغله تاني فانت هتبتدي تعمل تفاوض من اول وجديد.
فلو عمل كابتشر لاول رساله خد منك اليوزر نيم والباسورد بتوعك. وعشان كده عملوا بروتوكول تاني اسمه بدل الباب اسمه ايه؟ بدل الباب اسمه ايه؟ شاب. اللي هنعمله دلوقتي ونجربه دلوقتي. طب انا كنت بعمل شوت داون الانترفيس واعمل نو شوت داون الانترفيس ليه؟ حد عارف؟ عشان لما كنت انا بغير الباسورد كان لازم ابدا اعمل شوت داون ونو شوت داون عشان يبدا يعمل تفاوض من اول وجديد. من اول وجديد. بالظبط. تمام كده؟ بالظبط. يبقى عاد يوزر نيم وباسورد بقى من اول وجديد وكلام من ده. طب تيجي نشوف التشاب. التشاب بقى يا معلم ما بعتش اليوزر نيم ولا نيله، امال بيعمل ايه؟ انت حضرتك ده فرع القاهره وده فرع اسكندريه صح؟ فانت عامل الراجل بتاع القاهره عندك ايه؟ يوزر نيم وباسورد ايه؟ سي اس ان اي. وعامل الراجل بتاع اسكندريه هنا يوزر نيم وباسورد ايه؟ سي اس ان اي. الراجل بتاع القاهره عايز يتكلم معاك بيبعت لك كلمه لا يوزر نيم ولا باسورد، حاجه اسمها تشالنج. عارف محمد هنيدي في الفيلم لما كان رايح يسلم البضاعه يوم ورا يوم؟ اه بالظبط. هبعت لك حته وانت تكمل يا معلم. فانا هبعت لك التشالنج تمام. الراجل هياخد اللي تشالنج باليوزر نيم والباسورد يضربهم في الخلاط. حلو كده. ها اليوزر نيم والباسورد ايه؟ يضربهم في الخلاط ويبعتهم لك تاني. والله لو طلع هما اللي عندك الدنيا هتنفتح. مش انت عندك يوزر نيم والباسورد بتوعي وانا عندي يوزر نيم والباسورد بتوعك؟ فانا هضرب يوزر نيم والباسورد بتوعي في الخلاط وابعت لك اللي طلع منهم اللي تشالنج ابعتها لك. هتاخد التشالنج تضرب اليوزر نيم والباسورد بتوعي اللي عندك برضه في الخلاط. لو طلع نفس التشالنج نفتح الكونكشن مع بعض. طب لو الراجل بتاع المصريه اتصالات خد التشالنج دي هو عنده اليوزر نيم والباسورد؟ يبقى انا باخد اليوزر نيم والباسورد اللي هو كايرو بتوع انا واليكس واضربهم في الخلاط فيطلع ايه؟ التشالنج ابعتها لك. انت عندك اليوزر نيم والباسورد جاهزين اهو هتضربهم في الخلاط. والله لو طلعوا نفس التشالنج اللي انا بعتها لك يبقى انا خير الراجل بتاعك في جنبه الثانيه. حلو. طب لو طلعت حاجه ثانيه؟ لا. طب بنعمله ازاي يا معلم؟ اهو باجي اهو على الانترفيس ده اهي هشيل بقى الباب بقى. ماشي. بشيل الباب ازاي؟ اهو كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 نو انكابسوليشن نو انكابسوليشن نو تريبل بي اوثنتيكيشن باب. طب هل اللينك هتلاقيه وقع دلوقتي؟ هل اللينك هتلاقيه وقع؟ شغال زي الفل اهو. لان هو عمل تفاوض وخلص وفتح سيشن وخلاص. امتى يقع؟ لو انت عملت شت داون ونو شت داون الانترفيس. اهو. امتى يقع؟ لو انت يا معلم عملت كده شت داون حلو وقلت له نو شت داون. قال لك تشينج ست واب لسه. حلو الكلام. ها عايزين بقى دلوقتي نشغل اللي تشاب. نعمل ايه؟ اهو شوف بص بص لسه بقى الاوز بي اف لسه بيبدا الكلام مع اللي جنبه وكلام من ده. اقول له ايه؟ تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب. تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب. اهو قال لك ايه؟ تشينج ست وايه؟ تو داون. لان واحد شغال تشاب واحد شغال باب. حلو كده. طيب لو انت رحت هنا اهو وقلت له تريبل بي اتشاب اهو الانترفيس داون اهو انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على 0 تريبل بي اوثنتيكيشن اتشاب. حلو الكلام كده. اعمل بقى شوت داون ونو شوت داون خلي الدنيا تقوم. طبعا تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب مفيش فيها بقى سنت يوزر نيم ولا سنت الكلام ده. ده سنت يوزر نيم ده فين بس؟ في الباب بس. تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب وخلاص. وخلاص على كده. لا يعني بتعمل نفس الخطوات يوزر نيم وباسورد هنا ويوزر نيم وباسورد هنا وهوست نيم هنا وهوست نيم هنا بس الكوماند اللي بتاع تريبل بي باب سنت يوزر نيم كذا ما بكتبوش. فقال لك ايه يا عم خلاص الدنيا بقت زي الفل وقامت معايا. هتلاقي الراجل ده خلاص بدا يبنج اهو اهو. شوف بعد ما كان وقع بدا يشتغل تاني اهو. حلو. التريبل بي بقى يا جماعه كان في اوبشن اسمها مش عارينا عملي.
اسمها كومبريشن. اهو قبل ما يبعت الداتا يضغطها. تمام. في كمان حاجة اسمها لينك كواليتي، ودي سؤال جاي في الامتحان. كنت ممكن تعمل تقول له اتشك على الكواليتي بتاع اللينك، لو لقيت الباند ويتس بتاعته اقل من 80% افصل اللينك. ده سؤال جاي في الامتحان، يعني في تشيك على الكواليتي. التريبل بي تشيك على الكواليتي، لو لقى الراجل السيرفيس بروفايدر مديك باند ويتس اقل من اللي انت مأجره ب 80% يفصل اللينك. تمام. ده سؤال جاي في الاختيارات. في كمان حاجه اسمها لينك باندل. يعني ايه لينك باندل؟ يعني انت اهو ادي الفرع بتاع القاهره، الفرع بتاع اسكندريه، الفرع بتاع طنطا، ودي المصريه اتصالات اهي اهي. فانت راجل ايه موصل دول كده مع بعض. ممكن تيجي هنا اهو تعمل هنا سب انترفيس. فاكرين السب انترفيس؟ تقسم الانترفيس بتاعتك لاتنين انترفيس، واحده تشغلها مع الفرع بتاع اسكندريه وواحده تشغلها مع الفرع بتاع طنطا، وهما نفس الانترفيس يا بسوم. دي كانت اوبشن كلها في مين؟ في التريبل بي. طبعا لما نيجي نشتغل في البوينت تو بوينت في ليز لاين نشتغل تريبل بي، ما بنشتغلش اتش دي ال سي لانه شغال وفي كل الفيتشرز اللي قدامنا دي. في حد عنده مشكله في التريبل بي؟ كده احنا خلصنا التريبل بي.